انه اليوم كثره الاستجوابات اللي تقدم من بعض النواب لرئيس مجلس الوزراء بالذات هي كتله علي الراشد، وكلهم موالين للنائب علي الراشد، وهو انتقاما لان لم يكن رئيسا لمجلس الامه. وهذا يمكن شفنا في يوم اختياره، انا كنت حاضر وانقل نقل وقائع اختيار رئيس مجلس الامه، شفنا الحزن على ابو فيصل وتم اختيار علي الراشد الأستاذ مرزوق الغانم. هل أبو فيصل فعلا كتلة علي الراشد الآن موجودة في ساحة مجلس الأمة، وهو انتقاما من الشيخ جابر المبارك لأن الحكومة ما دعمت علي الراشد بكل أمر؟ وهذا سؤال الشارع الكويتي. نعم، لا أبدا، أنا كانت كلمتي واضحة وصريحة وقت ما طلعت النتائج الرئاسة، وباركت للأخ مرزوق الغانم وقلت له راح أعينك واللي تامر فيه وأنت أخو وأنا ذراعك اليمين ومستعد لأي استشارة أو أي خبرة أملكها أعينك فيها. ونجاح مرزوق الغانم في إدارة جلسات مجلس الأمة أو في إدارة المجلس ككل نجاح للكويت، ونتمنى له النجاح. لذلك ما في أي ضغينة في هذا الجانب، بالعكس هذه الديمقراطية اللي قبلناها نتحملها. أيضا بالنسبة حق الحكومة مأمورة الحكومة، وبالتالي كان هناك قرار جماعي بالأمر بالتصويت للأخ مرزوق. يعتقدون المرحلة هذه هي مرحلة التفاهم أو قدرتهم للتفاهم مع الأخ مرزوق، حقهم. ليش أزعل؟ يعني تفضل أبو أحمد، ليش الأمر يحزن ولا يزعل؟ لا أبدا، هما من حقهم يصوتون، وخيرا فعلت الحكومة بالتصويت كبلوك حتى يكون لها دالة على أي رئيسي يقول إحنا اللي وصلناك وبالتالي لنا فضل عليك. هذه إذا حكومتها بتكون حكومة قوية. لذلك ياهم الأمر، نفذوا الأمر. يمكن الزعل اللي تفضلت فيه ذاك اليوم، زعلت ما هو زعل من الحكومة ولا زعل من نافسني أبدا، لكن حزب الخاطر ان انا مسكت فترة هذه 6 أشهر في المجلس المفضل الثاني كرئيس للمجلس، واعتقد اني يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تعاون اخواني النواب حققنا الشيء الكثير للكويت، حققنا الاستقرار، حققنا الهدوء، حققنا اقرار عدد يعني كبير من القوانين والاتفاقيات، وكان هناك تعاون، اجلنا استجوابات، اعطينا الحكومة فرصة للعمل. كل هذا اللي سويناه ما بين بعينهم، فيحز بالخاطر يعني كلمة أفا هذا أنتو، فيعني رغم ذلك يعني نقول ما يخالف تمونون. ولم نقف يوم من الأيام أي موقف من أجل أنكم تردوا لنا الدين، لأن إحنا قاعد نقف للكويت، ما نقف لطرف أو لمجموعة أو لحكومة معينة. إحنا بالنا شلون نحقق رضا الناس وشلون نقتل حالة الإحباط اللي عندهم ونعيد لهم الأمل، لكن للأسف كل ما لهم بوجود مثل هالحكومة يعني راح نتكلم الناس من إحباط إلى إحباط.